بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. ما هي أسهل طريقة لمعرفة جنس طيور الكروان، الكوكتيل أو الكالوبسات؟ أسهل طريقة هي غني، إذا كان عندك طيور وأردت أن تتعرف على نوع الطيور، هل ذكر أو أنثى، أم ذكرين أم أنثتين. قاعدة أساسية، الذكر يغرد، تمام يا غالين، الذكر يغرد، الأنثى لا تغرد، فقط هي تقوم بالتصفير، بالتصفير فقط، الذكر يغرد، تمام. القاعدة الثانية أو الطريقة الثانية، هو عند مسكك بطائر الكروان وحبذا، إذا أردت أن تمسك طائر الكروان فقم بلبس باستعمال قفازة، لأن عضته قوية، وسبق لي شرحت عض الكروان في قناتكم، قناة محترف طيور، لأن بسم الله ما شاء الله قوية جدا. المهم، امسك طائرك وضعه على راحة يدك وقلبه على ظهره، ثم تفحص البطن، أسفل في البطن، إذا وجدت عظمتين متسعتين فهذه أنثى، وإذا وجدتها قريبتين بعضهما البعض فإنه ذكر بإذن الله. كان هذا فيديو سريع جديد لإجابة على أسئلتكم يا غالين. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور. لا تنسوا دعمي بلايك وأن تنشروا المقطع في نطاق واسع. في رعاية الله.